أكد النائب أحمد صباح السلوم عضو مجلس النواب رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الجمعية تواصل جهودها في تطوير خدماتها التي تقدمها للشركات وتحرص على تلبية احتياجاتها في السوق بشكل مستمر، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي تحظى به الجمعية من قبل الحكومة الموقرة ومجلس النواب لدعم هذا النوع من الجمعيات التي تهتم بشكل رئيسي في المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة. طبعا الجمعية من بدأت إلى اليوم تطورت بشكل كبير. اليوم الجمعية تحتضن أو تحت إدارتها 5 حاضنات رئيسية في البحرين، يوجد فيها تقريبا 400 شركة ناشئة. عندنا حاضنة طبية، وعندنا حاضنة إعلام، وعندنا حاضنة متنوعة الأعمال، وعندنا حاضنة تختص في المحاسبين والقانونيين، وعندنا حاضنة مختصة في الشركات اللي متعثرة أن تعيدها للسوق مرة ثانية. طبعا احنا سنة عن سنة قاعدين نطور خدمات اللي موجودة في الجمعية. احنا مختصين طبعا ودائما يعني نركز على شركات متناهية الصغر والصغيرة ان احنا نطورها في مراحلها، فاذا هي كانت متناهية الصغر نحولها لصغيرة، واذا كانت صغيرة نحولها لمتوسطة. فاحنا حريصين كل الحرص ان نمشي معاها حسب احتياجاتها، شلون نغطيها، شلون نوصلها، شلون نفتح لها اسواق في البحرين محليه وخارج البحرين. اقفل مؤشر البحرين العام اليوم بارتفاع عند مستوى 1409 نقاط، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاعي البنوك التجاريه والاستثمار، وقد بلغت كميه الاسهم المتداوله 4,188,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,019,000 دينار تم تنفيذها من خلال 86 صفقة. تم تداول الذهب قرب أقل مستوى في أسبوعين مع دعم بيانات اقتصادية أمريكية قوية الدولار لتعزز مكانته كملاذ آمن أمام الذهب وسط توترات جيوسياسية وتجارية، ونزل المعدن الأصفر إلى أقل مستوى في أسبوعين بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة قفزت إلى أعلى مستوى في 15 عاما في أوائل مايو وسط تصاعد للثقة بشأن آفاق الاقتصاد. تكبدت الأسهم الأوروبية خسائر واسعة النطاق، حيث أثارت الحملة التي تشنها واشنطن على شركة هواوي الصينية مخاوف من تدهور التجارة العالمية، وضغطت على أسهم شركات التكنولوجيا والسيارات المنكشفة على التجارة، فقد هبط المؤشر ستوك 600 الأوروبي بنسبة 1.1%، حيث يتجه المؤشر صوب تسجيل أكبر خسارة شهرية له في العام 2019، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى المخاوف من تباطؤ النمو مع فتور العلاقات التجارية.